بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم في الفيديو الأخير في سلسلة المقدمة في المشين ليرنينج. هنتكلم بقى فاينل ريماركس كده، ملاحظات أخيرة إن شاء الله، أخيرة إن شاء الله على المشين ليرنينج. طبعا إحنا في السلسلة عموما يعني كنت حريص إن السلسلة ما تكونش حجمها كبير، ما تكونش داخلة تفاصيل كتير، ومع ذلك تكون خدت الصورة العامة، خدت فكرة عامة وشفت الصورة العامة عن الماشين ليرنينج بشكل عام، بحيث ان يكون مجموع الفيديوهات يعني تتعدى على الصوابع، بالإضافة طبعا للسلسلة هي كانت ماشية معاها على التوازي اللي هي بتاعت introduction to Python. احنا كده اتكلمنا يعتبر باستفاضة عن الأنواع الرئيسية اللي هي supervised learning، اتكلمنا فيها عن الريجريشن والكلاسيفيكيشن، والانسوبرفايزد ليرنينج خدنا مثال عنها الكلاسترز اللي هو الكلاسترنج الجوريزم. طبعا هو فاضل نوع كده رئيسي اللي هو الري انفورسمنت ليرنينج، والحقيقه الري انفورسمنت ليرنينج يعني في عندنا مشكله معاه، ان هو لازم بيبقى زي ما احنا قلنا كده، ان هو بيبقى في فيدباك جايله من الانفايرمنت. ده معناه ان حضرتك محتاج تصمم الانفايرمنت بالبايثون او باللغه اللي انت بتستخدمها عشان تاخد منها الفيدباك. في السوبرفايزد انت عندك خلاص معروف على طول الداتا اللي عندك فيها الخارج بتاع المفروض الاوتبوت يبقى ايه، هو سواء كلاسيفيكيشن سواء رقم وخلافه. في الانسوبرفايزد انت مش عارف الخارج ايه هو. في الرينفورسمنت ليرنينج يعتبر حاجه بين الاثنين، ان هو وانت شغال بتبقى في مؤشر بتاخده او فيدباك بتاخده من الانفايرمنت وانت شغال اونلاين، بتعرف انت ماشي صح ولا ماشي غلط، اقرب للصح ولا اقرب للغلط وهكذا. فده بيستدعي ان حضرتك تكون عامل الانفايرمنت ديت، عامل سيموليشن للانفايرمنت ديت، وابسط مثال على كده انك تكون عامل جيم وتخلي الكمبيوتر مع الوقت ومع اللعب يبتدي هو يتعلم الجيم بيتلعب ازاي، و يبتدي هو يلعب بذكاء اكتر مع الوقت. طبعا زي ما حضرتك شايف تصميم الجيمز نفسها تعتبر يعني حاجة يعني مستواها أعلى شوية من مستوى السلسلة بتاعتنا، فهيبقى صعب تنفيذها شوية بمثال عملي. لكن عموما اللي عايز بقى ياخد فكرة عموما عن الموضوع، احنا هسيب لحضرتك اللينك اللي قدامنا ده، وده عبارة عن Introduction to Reinforcement Learning with David Silver. بصراحة الكورس يعني مستواه جيد، والحلو فيه ان هو جايب لك الليكتشرز بتاعتها، الفيديوهات بتاعتها، والسلايدز كمان لو انت عايز تنزل سلايدز بعد كده وتذاكرها. والكورس هو تقريبا حوالي 10 فيديوهات، 10 ليكتشر، 10 محاضرات، فكورس ظريف اللي عايز ياخد فكرة عن اللي هو reinforcement learning بشكل مفصل اكتر. طيب احنا فاضل حاجة بقى احنا بدأنا نحس بيها في المرة اللي فاتت، اللي هي لو انا بقى بدأت اخش للمودلز الاكبر شوية وبدأت اتعامل مع داتا سيت كبيرة شوية، ومحتاج اعمل حاجة اسمها الديب ليرنينج اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو بيبقى ممكن يبقى الديب ليرنينج زي ما احنا قلنا سوبرفايزد او ان سوبرفايزد او رينفورسمنت ليرنينج، وبيتعامل مع مودلز كبيرة، المودل نفسه بيبقى كبير والداتا سيت كمان بتبقى كبيرة، بيحتاج قوة حسابية عالية. شفنا مثلا في الفيديو اللي فات ان بعض الخطوات في البرنامج بتاعي بتاخد ساعة وي عشان تتنفذ، مثلا في الكروس فاليديشن وخلافه، والتريننج بتاع المودل كان بياخد بربع ساعة وبتلت ساعة. طيب احنا وقلنا بقى ده هنا في عقبة، وقلنا هيبقى فيه هدية كده هقول لحضراتكم في آخر فيديو عن ازاي نتغلب على العقبة بتاعة ان امكانيات الجهاز بتاع حضرتك بيبقى عامل مؤثر جدا في الماشين ليرنينج، وخاصة لما الموديل يبتدي يكبر والداتا سيت تكبر. وطبعا بلا شك الديب ليرنينج يعني هيبقى شيء يعني صعب جدا تنفيذه على جهاز بامكانيات عاديه. طيب الديب ليرنينج عموما بيحتاج حاجه بالاضافه بقى ليه، السي بي يو العادي اللي هو البروسيسور العادي بتاعنا، في عندنا حاجه اسمها جي بي يو وحاجه اسمها تي بي يو. طبعا السي بي يو العادي بتاعنا برضه احط لحضرتك اللينك دوت تحت في الفروق بينهم وبعض. السي بي يو العادي بتاعنا اللي هو البروسيسور العادي احنا عارفين طبعا كله بيبقى جنرال بيربز، شغال بكل الكمبيوترات، شغال بشكل عام، احنا عارفين المواصفات بتاعته وعارفين المواصفات يعني الكاركترستيك بتاعته، موجود عندنا في كل الاجهزه بتاعتنا وخلافه. لكن الجي بي يو بقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الجي بي يو اختصار جرافيكال بروسيسنج يونت، بيبقى عباره عن
بروسيسور متخصص مخصوص متصنع بشكل ما عشان يخدم تطبيقات معينة، وبيشتغل بجانب البروسيسور الأصلي كأنه بيرفورمانس اكسلريتور. هنكبر هنا الايه، هكبر الصورة شوية، بيشتغل كأنه بيرفورمانس اكسلريتور بجانب السي بي يو العادي. ايه بقى الميزة الرئيسية في الجي بي يو؟ ان هو بيبقى بدل ما هو في السي بي يو العادي اللي احنا بنشتري دلوقتي، اللي هو ممكن يبقى 2 كور 3 كور 4 كور، ده بيبقى الجي بي مكون من thousands of cores. الكورز اللي هو الاجزاء اللي بتعمل حسابات جواه بيبقى في thousands of cores، عشان يقدر يحل الكومبلكس بروبلمز بان هو يقسمها الى حاجات اصغر، يعني بيقسمها الى مشاكل اصغر، ويعمل حاجه اسمها parallel computing، يعني يبتدي يحسب الحسابات على التوازي، يحسب الحسابات على التوازي. يبقى طبعا عندنا يبقى الفيتشرز اصل في thousands of cores، يقدر يحسب الحسابات بتاعتنا على التوازي. وده بينفع جدا في الحاجات اللي فيها جرافيكس عاليه يا جماعه، الحاجات اللي فيها جرافيكس عاليه. وطبعا الجرافيكس عاليه مش بس فقط الجيمز وخلافه، لا ده الماشين ليرنينج عموما بشكل عام دلوقتي في حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا بتتعامل مع الجرافيكس، زي اللي بتتعامل مع الصور واللي بتتعامل مع الفيديوهات، كل ده بيحتاج جرافيكس عالي جدا. والماشين ليرنينج بشكل عام ينفع، يعني الجي بي يو احد استخداماته بيستخدم مع الماشين ليرنينج بشكل عام. طيب ايه بقى التي بي يو؟ التي بي يو بيبقى دي حاجه عاملاها جوجل، بتبقى ده عباره عن بيسموه تنسور بروسيسنج يونت، جوجل هو اللي عامله مخصوص ديزايند عشان يشتغل في التطبيقات بتاعت الماشين ليرنينج والديب ليرنينج بشكل عام. بيبقى عباره عن الماتريكس، وفيها حاجه اسمها ماتريكس كومبيوتيشن عشان يزود يسرع عمليه الحسابات في النيورال نتوركس اللي تنزل مع التنسور فلو. احنا خدنا التنسور فلو والكراس في المره اللي فاتت، وقلنا ده هو ده المقدمه بتاعت الديب ليرنينج. فالتي بي يو ده عباره عن بيبقى بروسيسور مخصوص بينزل بي بي مع بيضاف للبروسيسور الاصلي عشان بيزود بقى امكانيه الحسابات بشكل كبير جدا جدا جدا، مخصوص بقى اورجنايزد متصنع بشكل معين يسرع الحسابات اللي بتحتاجها في الماشين ليرنينج. طيب اذا انا هتحرك اللينك ده تحت، طبعا دي الشركات اللي هي المصنعه عموما، السي بي يو طبعا عارفين انتل وسامسونج وخلافه، الجي بي يو وادي التي بي يو جوجل هو المصنع الرئيسي ليها. هحط لحضرتك اللينك ده تحت. طيب اذا لو انا عايز العقبه اللي احنا قدامنا بقى، لو انا عايز اعمل كمبيوتر يبتدي يشتغل في الجزء بتاع الديب ليرنينج، الامكانيات في حدود قد ايه؟ ناخد مثال على كده، الفيديو ده هحط لحضرتك اللينك بتاعه تحت، بيبقى تقريبا ده اللينك بتاع واحد بيعمل كمبيوتر او بيركب كمبيوتر، طبعا بيتسمى بقى بالحجم ده ما يكون بالامكانيات بيسمى ورك ستيشن. وفي بقى التي بي يو وخلافه، بيبقى تكلفته في المتوسط في حدود ال $5000، ده احد المثال احد الامثله، $5000. $5000 يعني بالمصري في الوقت الحالي تقريبا حوالي 80000 جنيه او حاجه و80000 جنيه تقريبا. طيب اذا ده بالنسبه لنا عقبه كبيره ان انا ادفع حوالي 80000 جنيه عشان اشتري كمبيوتر يقدر يشتغل لي في الجزء بتاع الديب ليرنينج، وكتير جدا تطبيقات الديب ليرنينج موجوده دلوقتي. هي بقى هنا دي الهديه اللي احنا هقول لحضرتك عليها، ان ازاي نبتدي نتغلب على هذه العقبه، ان في خدمات نزلت فري على عن طريق جوجل وبعض المزودين الخدمه التانيين، تقدر تستخدم امكانيات لاجهزه في الكلاود. اوكي الكلاود يعني اللي هو الحساب اللي هو في السحاب، السحابه بتاعته. ايه بقى الجديد في الكلاود؟ موجود من زمان، موجود من مده طويله جدا، لكن الكلاود دلوقتي زي ما هنعمل مقارنه دلوقتي، الكلاود بيبقى هو كمان تكلفته مش قليله، بمعنى التكلفه في العادي لاي حد هيشترك في الكلاود، يعني ايه اشترك في الكلاود؟ خلينا بس نوضح النقطه دي، يعني حضرتك ممكن تتفق مع جوجل او مع اي شركه تانية من الحاجات اللي معاك كلاود، انا عايز امكانيات المواصفات الفلانيه، عايز المواصفات 1 2 3 4 5، عايز سي بي يو بالمواصفات الفلانيه، الجي بي يو، مساحه التخزين وخلافه، هو يروح حاسبها لك ويقول لك حضرتك هتدفع في الاخر كذا في الشهر، وحضرتك الكمبيوتر ده بقى تحت تصرفك انت، هو عندهم هم لكن تحت تصرفك انت، انت بتخلي الكمبيوتر اللي هناك ده ينفذ لك اي حاجه انت عايزها. الحقيقه ان كل الفتره اللي فاتت كان التكلفه دي ليست بسيطه، بمعنى ان احنا ممكن لو حضرتك الكمبيوتر ده مثلا هو في حدود $5000 دوت، 80000 جنيه، انت لو انت اشتركت عندهم في امكانيات متقاربه هتلاقي نفسك دفعت نفس هذا المبلغ في خلال 10 شهور او سنه. يبقى انا بالنسبه لي كان اوفر لي ان انا اشتري الكمبيوتر، اشتري الورك ستيشن ده يبقى موجود عندي، لكن ما ادفعش
80,000 جنيه على مدى سنة ولا حاجة، وفي الآخر أنا مفيش تحت إيدي جهاز، خلاص بعد ما السنة خلصت رجعت على إيه، على الحديدة تاني. لكن بقى اللي حصل جديد إن جوجل وبعض المزودين التانيين بدأ يقدم حاجة اسمها جوجل كولاب. جوجل كولاب ميزته بقى الآتي: أولا هو فري، الأصلي بتاعه فري. ثانيا الجوجل كولاب كمان بيديك امكانيه انك تستخدم جي بي يو وتي بي يو عندهم هم هناك، يعني مش بس بيديك امكانيه بروسيسور بس، لا ده بيديك امكانيه انك تستخدم معاه جي بي يو ومعاه تي بي يو. لو احنا بصينا كده اهو، ادي السي بي يو الاول في العادي اللي انت بتستخدمه في الفري عباره عن ادي اللي هو انتل بروسيسور 2 كورز 2.3 جيجا هرتز و13 جيجا رام. يعني 13 جيجا رام ده يعني مثلا بالنسبه للجهاز اللي انا شغال عليه حاليا دلوقتي يعتبر ده الضعف تقريبا، انا شغال ب 6 جيجا. طبعا هقارن دلوقتي الاداء بتاع ده بالجهاز بتاعي اللي انا شغال عليه، وممكن تستخدم معاه جي بي يو وتي بي يو كمان، بس يبقى فيه شويه يعني شروط شويه، احنا مش هنخش في التفاصيل دلوقتي على استخدامات الجي بي يو والتي بي يو، لكن بيديهم لك موجودين اوبشن بامكانيات مختلفه جوه استخدام مين يا جماعه؟ جوه استخدام الجوجل كولاب الاكونت الفري. الاكونت الفري. طيب احنا دلوقتي قبل ما نسيب الحته دي عشان تعرف قد ايه ده متميز، قبل ما وهنرجع الحته دي مره تانية، انا هحط حضرتك هنا لينك مقارنه، ده هنا فيديو تحت عباره عن مقارنه ما بين الجوجل كولاب ونفس الخدمه اللي هي الكلاود بلاتفورم الاي اي بلاتفورم بتاعت جوجل نفسها، بيقارن الاسعار فجاب القيم بتاعت، هحط لك اللينك ده، وده برضو فيديو بيشرح الموضوع دوت، ده نفس اللينك اهو، جاب المواصفات بتاعت الفري الاكونت الفري اللي هو بيدولك على جوجل كولاب، وشاف سعره كام لو انت هتشتري الامكانيات ديت في اللي هو الجوجل اي اي. فلا التكلفه يا جماعه في حدود تقريبا حوالي $300 في الشهر زي ما احنا شايفين. يبقى اذا جوجل كولاب بيديك فري امكانيات حسابيه، في العادي كنت هتشتري $300، ده مع الاخذ في الاعتبار ان انت هنا هو حاطط تخفيض $125، ده في حاله انت بتستخدم الاكونت بشكل متواصل. طبعا الكلام ده مش هيحصل في الحال في العادي، هيبقى تقريبا بيوصل لحوالي، اخصم بقى زود كمان الخصم ده، هيطلع ممكن $50 كمان $100 كمان، يبقى انت بتتكلم في $350 او $400 شهريا. ده الامكانيات اللي بيديها لك الجوجل كولاب فري. فطبعا يعني ميزه تعتبر قويه جدا جدا. طبعا دي هنا مقارنه هو بين الاثنين، ده 2 كور 13 جيجا، لكن ده ممكن تاخد اي سايز واي حجم اللي هو اي اي بلاتفورم بتاع الجوجل نفسه، وهحط لك اللينك تحت عشان تعرف المقارنه بين ده وبين ده. طيب نرجع للجوجل كولاب. الجوجل كولاب الاتي طبعا الجميل فيه ان حضرتك ممكن الجوجل كولاب فري موجود مع اصلا الاكونت بتاع حضرتك بتاع جوجل بتاع الجيميل العادي، الاكونت بتاع جوجل بتاع حضرتك اللي هو عليه الجيميل ولا عليه الدرايف جوجل درايف وخلافه. لو حضرتك فتحت جوجل درايف بتاع حضرتك، وزي ما احنا هوريك دلوقتي، هتلاقي الجوجل كولاب احد الحاجات اللي موجوده. انا هوري حضرتك حالا اهو، انا فتحت اهو الدرايف بتاعي بتاع جوجل باي اكونت بتاع جوجل بتاع حضرتك، هتلاقي حضرتك فوق اللي هو النيو اللي على الشمال ده او جديد، لو فتحت هتلاقي فيه من ضمن الاقتراحات جوجل دوكيومنتس وشيتس وخلافه، لو دوست على مور هيجيب لك يا جماعه تحت اهو جوجل كولابوراتوري اللي هو اختصار جوجل كولاب. حضرتك هتفتح عليه، هنا بقى الجمال يا جماعه، هتلاقي بيفتح لك صفحه شبه بشكل كبير جدا الجوبيتر نوت بوك. انا قلت حضرتك الجوبيتر نوت بوك فيه له 3 مميزات، قلت لك على 2 فاتوا كده، وهي دي التالتة يا جماعة، ان حضرتك الجوجل كولاب الشكل العام بتاعه نفس الشكل بتاع الجوبيتر نوت بوك اللي احنا شغالين عليه من اول السلسلة في الاول خالص. فطبعا ده شيء جميل جدا، انت مش هتعود، مش هتبتدي بقى تتعلم حاجة جديدة، لا خالص، ده هو نفس الجوبيتر نوت بوك اللي انت كنت بتعمله هناك بقى موجود معاك على الجوجل كولاب زي ما احنا فتحنا كده الصفحة قدامنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك تقدر تفتح ملف وتحمل، حضرتك قلت فايل اهو، ابلود نوت بوك، وتقدر تحمل بقى من اماكن كتير، طبعا في من على جوجل درايف، حضرتك مخزن حاجه جوجل درايف، او من على الجيت هاب وخلافه، او تعمل ابلود من على الجهاز عند حضرتك. يبقى اذا كل الملفات الموجوده عندك قبل كده بتاعت الجوبيتر نوت بوك تقدر تفتحها من هنا مباشره، اتفتحت معاك فين؟ اتفتحت معاك على الجوجل كولاب مباشره، وتنفذها بنفس الاسلوب هناك، وهتلاقي نفس بقى الخارج زي ما احنا قلنا، ولكن مع فرق الامكانيات. طبعا احنا لو فتحنا هنا
ريسنت اهو هتلاقي فيه احنا بالنسبه لي ده اهو برنامج احنا كنا قلنا المره اللي فاتت، كنت انا شرحت اللي هو الام نيست اللي هو بتاع الارقام، كنت انا شرحت واحد واديت لكم لينك للتاني اهو بتاع الارقام اهو، ده البرنامج اللي احنا شفناه في المره اللي فاتت، واديت لكم لينك للتاني. انا عملت التاني ليه؟ حملت التاني عشان التاني الداتا سيت بتاعته بيعملها امبورت مباشره من الكراس، مش بيحتاج يحملها لان هنا التحميل لسه فيه يعني له اسلوب معانا عشان ترفع داتا سيت على الجوجل كولاب، بسيط يعني بتحمله على جوجل درايف وتعرف جوجل درايف بالنسبه لك في خطوتين كده بيتموا يعني. المهم الخلاصه دلوقتي ان انت كل الحاجات اللي موجوده عند حضرتك قبل كده عملتها قبل كده بجوجل نوت بوك، تقدر مباشره تعمل فايل وابلود وتفتحها وتبتدي تنفذها فين هنا يا جماعه، وتنفذها مباشره على الجوجل كولاب اللي هو شبه الجوبيتر نوت بوك اللي حضرتك بتفتحه عندك في العادي. طيب هنا طبعا انا هحط حضرتك اللينك ده تحت بيوريك الاوبشنز المختلفه، لو عايز تعمل نيو نوت بوك بيجيبه منين، لو عايز تعمل هو لسه انا عاملها، لو عايز تفتح فايل، لو عايز هنا بقى بتختار بقى في الران تايم هنا انك تقدر فوق من عند الران تايم تختار هل انت هتستخدم نان اللي هو السي بي يو العادي ولا تختار جي بي يو ولا تي بي يو. بس هنا بيقول لك خد بالك الحاجات دي تستخدمها بحرص، وجوجل بيديك تحذير ان انت لو مش محتاجها ما تستخدمهاش عشان انت بتحجز يا جماعه جزء هاردوير موجود فعلي هناك عند جوجل، فما تيجي تختار جي بي يو لحاجه مش محتاجه جي بي يو ده بالنسبه له ده شيء مش محبذ بالنسبه له، وفي كذا جي بي يو بامكانيات مختلفه ممكن مع الوقت يبتدي هو يحاسبك ويحط لك جي بي يو باضعف واحد فيهم. فاذا انا هعملها اوري لحضرتك هنا اهو، لو انت فتحت هنا اهو هنا اهو ادي الران تايم اهو، لو فتحنا الران تايم بتلاقي تشينج ران تايم تايب، هتلاقي هنا في نان معناها ده السي بي يو العادي، ممكن حضرتك تروح فاتح كده وتختار جي بي يو او تي بي يو من هنا زي ما حضرتك عايز. طيب ده اهو اللي هو الران تايم، طبعا هنا برضو في اللينك اللي انا هحطه لحضرتك دوت ازاي ادي الران تايم اهو ازاي تفتح فايل عادي. بس هنا بيقول لك بقى بعد ما تخلص لو انت استخدمت جي بي يو او تي بي يو بعد ما تخلص اعمل فاكتوري ريسيت من نفس القائمه ران تايم، اعمل فاكتوري ريسيت عشان توقف استخدام الجي بي يو عشان تسمح لغيرك ان هو يستخدمه. طبعا هنا بيقول لك لو عايز تنزل طبعا هو اغلب الموديولز اللي احنا بنحتاجها كراس وخلافه موجوده فعلا اوريدي، والنم باي والبانداز وخلافه موجوده اوريدي مش محتاجها، لكن بيقول لك لو انت عايز تنزل هنا ازاي، هنا برضو بيقول لك ازاي تعمل ابلود للفايلز وداتا سيت، ما انت عايز داتا سيت تبقى موجوده بقى على جوجل درايف، فبيقول لك ازاي تحط بقى تعمل ابلود وتحمل داتا سيت، وازاي تخزن بقى الملفات دي وتخزن داتا سيت على الدرايف بتاعك، وازاي تخليه يفتح الدرايف بتاعك يفتح ملف من على الدرايف بتاعك، وازاي تسيف في الاخر الخارج. دي نقطه مهمه جدا لان انا زي ما احنا شفنا قبل كده يا جماعه ان احنا انا ممكن اعمل تريننج وبعدين الفايل الاخراني اروح اعمل له سيف للموديل خلاص بعد ما تعمل له تريننج، فمش محتاج اعمل تريننج تاني، فده جميل جدا. ممكن اعمل تريننج لموديل محتاج سرعه عاليه قوه عاليه على جوجل كولاب، ثم حفظت انا الموديل زي ما قلت انا شرحت المره اللي فاتت حجمه ممكن يبقى 1.3 ميجا ولا حجمه صغير خالص، اروح واخد انا الموديل ده وسايبه عندي على الجهاز وخلاص استخدمه على جهاز انا عادي بقى حجمه صغير وبيعمل بريدكشن على طول بسرعه وخلاف. طبعا تقدر تسيف بقى اللي انت عملته على جوجل كولاب تسيفه على الدرايف او تسيفه على الجهاز عندك تسيفه على الجيت هاب، طبعا امكانيات جميله جدا جدا يا جماعه بالاضافه لامكانيات جوجل العاديه، يعني ممكن تشير البرنامج مباشره لان هو ده اصلا تبع الجوجل درايف بتاع حضرتك، ممكن بعد ما تعمل البرنامج زي ده كده وتكتبه انا كتبته كله تروح مشيره مباشره لمين؟ لاي حد في علامه الشيف فوق اهي يا جماعه، تروح مشيره لاي حد شغال معاك تشير البرنامج مباشره وهو بيشوفه و يشتغل عليه. طبعا احنا عايزين عشان نقارن بقى الكلام ده الامكانيات ببعضها انا عملت الاتي، وطبعا بس احنا عشان الوقت الفيديو بتاعه ما يطولش فانا رحت فتحت برنامج زي ما وريت لحضراتكم قبل كده اللي هو البرنامج دوت اللي هو بتاع اللي هو الام نيست داتا سيت، انا كنت وريتكم واحد واديت لكم لينك للتاني، بس انا استخدمت اللينك التاني عشان اللينك التاني كان خد مني حتى وقت اطول لان هو كان فيه كروس فاليديشن خد مني ساعه وثلث حتى قلت لحضراتكم المره اللي فاتت. وجربت الاتي بقى، جربت عملت مره الران تايم سبته نان يبقى هو السي بي يو العادي اهو سبته نان يبقى ده بيديني اللي هو ايه اللي هو السي بي يو العادي مع 13 مع 13 جيجا بايت رام، ومره استخدمت الجي بي يو وقارنت السرعات ببعضها. وطبعا ده الجزء اللي هو بيعمل تريننج وبيكتب لك الوقت هنا في الاخر جنب الشاشه جنب السيل هنا على الشمال بيكتب لك الوقت اللي تاخد قد ايه. طبعا حضراتكم فاكرين كنت انا قلت لك قبل كده ان هو خد مني في الجزء اللي هو بتاع كروس فاليديشن دوت خد مني حوالي ساعه وتلت على الجهاز بتاعي العادي، ثم التريننج العادي بعد كده خد حوالي ربع ساعه. طب ده بقى خد كام؟ انا هفتح كده اوري لحضرتك
خدت انا برنت سكرين كده ما شغلته المره اللي فاتت، ده يا جماعه مع السي بي يو العادي خد حوالي 46 دقيقه 45 دقيقه. و الجزء بتاع المود نفسه خد 10 دقائق مقارنه بمين كان هناك ساعه وتلت وحوالي ربع ساعه. طب اما اخترت بقى الجي بي يو يا جماعه خد 10 دقائق بس في الكروس فاليديشن، والتريننج بتاع المودل خد دقيقتين. طبعا لما تقارن 10 دقائق مع الجي بي يو ب ساعه الا ربع او 40 دقيقه من غير الجي بي يو مقارنه بالجهاز بتاعي اللي خد ساعه وتلت، طبعا فرق يا جماعه كبير جدا جدا جدا. لكن الاهم من كده ايه بقى يا جماعه؟ ايه فرق ده؟ انا وانا شغال بقى على الجوبيتر نوت بوك العادي اللي هو كان شغال ساعه وي، فتحت اللي هو السيستم مونيتور اللي هو بيشوف قد ايه انت بتحتاج او قد ايه مستخدم البروسيسور وقد ايه مستخدم الرامات. فنبص هنا هنلاحظ الاتي يا جماعه، ده اهو لما كنت انا شغال على جوبيتر نوت بوك العادي، شايفين كده السي بي يو بتاعي قد ايه استهلاكه؟ حوالي 98% او فوق 98%، في اغلب الكورز كلها يعني البروسيسور كله تقريبا مش شغال بالباور بتاعته عاليه جدا، والرامات عند 92%. يبقى اذا انا شغال باقصى طاقه للجهاز بتاعي لما كنت شغال على جوبيتر نوت بوك، يبقى اذا الكود عندي بيتنفذ عندي على حسب امكانيات الجهاز بتاعي. طب لما كان نفس الكود وفتحه في نفس المتصفح لكن على جوجل كولاب، بص يا جماعه السي بي يو عند 10% والرامات بتاعتي عند 38%، يعني تقريبا الجهاز التشغيل بتاعي عادي. يبقى الفرق الجوهري في الجوجل كولاب رغم الاثنين على نفس المتصفح بتاعك، ان الجوجل كولاب يا جماعه الكود بيتنفذ هناك عند جوجل مش عند حضرتك، وبالتالي حسب الامكانيات اللي انت هناك معاهم اللي انت شغال معاهم عليها اللي هي بتاعت الجوجل كولاب وليس على جهاز حضرتك. طبعا ده فرق جوهري جدا جدا جدا. طبعا نقطه برضو مهمه جدا ان احنا نقولها وهي الاتي، ان حاليا الامكانيات اللي هو مديهاني في الجوجل كولاب كفري في شويه ليميتيشنز، يعني ما تقدرش تسيب الجهاز وتمشي وتخليه هو يكمل حسابات وتقفل انت الجهاز بتاعك، ما تقدرش تشتغل اكتر من 12 ساعه لازم يروح موقفك ويروح تبدا من اول وجديد، يعني ما تقدرش تحط برنامج يشتغل 18 ساعه تقدر فاتح الجهاز. لكن في اوبشن ان حضرتك تبتدي تقدر تعمل باشتراك شهري تزود بقى الامكانيات بتاعته. للاسف الاوبشن ده حتى الان مش مفتوح غير في القاهره، اسف غير مش مفتوح غير في امريكا وكندا وسبع دول كمان مفيش فيهم لسه ولا دولة عربية. لكن يعني نتمنى، وطبعا السبع دول الاخرانيين دول لسه مفتوحين قريب من كام شهر فاتوا، كانوا قبل كده امريكا وكندا بس، نامل ان هو قدام شوية يتفتح كمان في الدول العربية. بكام بقى يا جماعة الاشتراك؟ ب 10 دولار في الشهر، يعني ما يساوي حوالي 170 جنيه تقريبا، وبيديك امكانيات بدل 13 جيجا يبقى 27 جيجا، بدل ما تبقى 12 ساعة بس حد أقصى وبعدين تضطر تفصل الشغل من أول جديد بيبقى لحد 24 ساعة. فطبعا إمكانيات أعلى كتير جدا في مقابل 170 جنيه، حاجة طبعا يعني جميلة جدا جدا. أتمنى إن شاء الله مستقبلا تبقى مصر والدول العربية يتفتح فيها اللي هو الأكونت اللي هو البرو اللي هو بتاع جوجل كولاب. لكن حاليا يا جماعة زي ما احنا شايفين أهو، أدي أهو أكونت فري بتاع حضرتك يقدر يشتغل بامكانيات. انا هقول الجهاز بتاعي كور اي 5 و6 جيجا رام، يقدر بالاكونت الفري بتاع جوجل كولاب يقدر يديني تقريبا ضعف السرعه او احسن واقل الوقت اقل النص تقريبا، ومع الجي بي يو كمان اقل بكتير، يعني مقارنه ساعه وتلت ب 10 دقائق، يعني شوف قد ايه سرعه الجهاز في التنفيذ. والجمال في الموضوع ده زي ما قلت لك قبل كده ان انت تقدر تسيب بقى الموديل بعد ما تعمله تريننج، وخد الموديل ده بقى خلاص انت مش محتاج تعمل له تريننج مره تانية، خده بقى حطه على الجهاز عندك، حطه في اي حته وتقدر تسيب وتنقله. وطبعا شيء جميل جدا 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 يعني جوجل كولاب. طبعا انا حضرتك دلوقتي افتح بقى جوجل كولاب، افتح الجوجل درايف بتاع حضرتك على طول من نيو، وافتح جوجل كولاب زي ما احنا قلنا، وابتدي حمل اهو، ابتدي حمل ادي جوجل كولاب كولابوراتوري، وابتدي حمل بقى زي ما احنا وريت حضرتك الملفات اللي انت موجوده عندك من قبل كده، وابتدي نفذها على الجوجل كولاب وابتدي اشتغل وشوف الخارج بتاعهم. بس زي ما قلت لك ما تستخدمش الجي بي يو او التي بي يو الا لما يكون في تطبيق محتاج فعلا جي بي يو او تي بي يو، عشان دي من ضمن الحاجات اللي هي عليها ريستريكشنز وجوجل بتحذر منها. الحقيقه برضو حضرتك هتلاقي على جوجل كولاب في توتوريالز كتير موجوده، من ضمنهم مثلا استخدام في الديب ليرنينج لنفس الداتا سيت اللي هي بتاعه الارقام، وهتلاقي معموله حتى بشكل في طبعا تفاعلي. وجمال الكلام ده زي ما احنا قلنا كده يا جماعه ان البرامج موجوده، موجود البرنامج قدامك جاهز، مجرد تعمل له
ران مباشرة للسيل، السيل هتشتغل معاك هنا. ده نفس شغال على نفس الداتا سيت بتاعتنا اللي هي ام نست داتا سيت اللي هي بتاعت الارقام، وبيبتدي يشغل يديلي يبتدي يديها انبوت كمجموعة من الارقام، ويبتدي يبتدي يديها شكل زي تفاعلي كده، ويخليها عمالة بتعمل بريدكشن وهي شغالة قدام حضرتك. يعني شايف كده لو اديها الشكل ده كده اهو، هتلاقي بيعمل بريدكشن اهو تحت زي ما احنا شايفين اهو، الرقم بيبتدي على طول يبتدي يعمل بريدكشن ده انهي رقم في الارقام من 0 الى 9 زي ما احنا شايفين. شيء لذيذ وظريف، والكود موجود جاهز عند حضرتك برضه، هحط حضرتك اللينك تحت دوت. عبارة عن مقدمة في اللي هو الديب ليرنينج بيزكس، ومفتوحة جوه الجوجل كلها، بتقدر تنفذها على طول وتشوف الخارج بتاعها. برضه لو انت عايز تنفذ بقى برنامج كامل تجربه مع نفسك، في لينك هنا للفيديو دوت، عبارة عن ديب ليرنينج موديل في الجوجل كولاب. الجميل في الفيديو دوت، هحط حضرتك اللينك بتاعه، انه مديك تحت اللينك بتاع الداتا سيت اللي هو شغال عليها، واللينك بتاع البرنامج اللي تقدر تعمله داونلود وتحمله على جوجل كولاب عند حضرتك. طبعا بس هيبقى فيه جزء بس زي تربط بقى الداتا سيت، يا اما تحملها على جوجل درايف بتاعك انت، او تربط الربط بياخد يعني فيه كذا خطوه كده عشان تربط الكيجل على طول، ان هي على كيجل مع الجوجل كولاب، او الاسهل تعملها يعني الاسهل دلوقتي بالنسبه لمستواك انك تعملها داونلود وتحملها على الدرايف بتاع حضرتك، و تعمل حاجه اسمها ماونت للدرايف. ماونت للدرايف هوريها لك من هنا اهو، لو حضرتك هنا في الجوجل كولاب دوست على الفايلز هنا اهو، هتلاقي هنا في الفايلز موجوده في الشمال، هتلاقي في هنا العلامه دي اسمها ماونت درايف، اول ما تدوس عليها هو خلاص كده بيعرف بيقول لك ران للسيل ديت، هتدوس عليها يبتدي يخلي الدرايف عندك متعرف على جوجل كولاب، بيبقى فيها جزء كده بيعمل تشيك كده يعني خطوتين كده اعملهم، فتبقى الملفات اللي موجوده عندك على الدرايف يقدر يقراها من على الجوجل كولاب مباشره زي ما احنا شفنا، بتعمل ران للسيل ديت، ويبقى فيه خطوات كده بيطلبوا منك خطوتين بتعملهم، بيقول لك انتر بقى اوثرايزيشن كود، وتروح تجيب الكود وخلافه. المهم، فانا هحط لحضرتك اللينك ده تحت. اللينك هنا عباره عن مجموعه من الصور بتاعت النباتات، متصوره نباتات سليمه ونباتات فيها 10 امراض مختلفه، ومصور هو الصور دي حوالي تقريبا 1800 صورة تقريبا، و للـ10 أمراض دول تقريبا او 10 أمراض اهو، وبيبتدي يخلي الديب ليرنينج بقى يبتدي يتعرف على النبات دوت ايه المشكلة اللي فيه، او زي ما شايفين كده اهو يا جماعة صور واوراق نباتات، ويبتدي هو يدخلها له كصور بقى مش ملف سي اس في. فتقريبا الحجم بتاع الصور حوالي 300 جيجا 300 ميجا على ما اتذكر، 300 ميجا تقريبا، ويبتدي البرنامج هو يعمل ايمج، يبتدي بقى يتعرف على ايه هو المرض اللي موجود عند النبات دوت من شكل الورقه، بيديله صور النبات سليم ثم 10 امراض مختلفه، ثم هو يبتدي يعمل كلاسيفيكيشن ويطلع ال 10 امراض. طبعا الكود كله موجود هنا تقريبا، والداتا سيت موجوده لو حضرتك عايز تطبق بقى، والفيديو الشرح بتاعه موجود لو حضرتك عايز تطبق مثال كامل على الديب ليرنينج، حضرتك ممكن تمشي ورا اللينك ده وتحط لكم تحت ان شاء الله في الديسكريبشن. وبكده بقى نكون احنا خلصنا السلسله بتاعت انترودكشن تو ماشين ليرنينج، واللي كان ماشي معاها على التوازي انترودكشن تو بايثون، وخدنا فيها فكرة عامة عن الماشين ليرنينج بأقسامه المختلفة بالأمثلة، خدنا أمثلة حقيقية ليها، وكل حاجة فيهم تقريبا قلنا حضرتك تجيب منين داتا سيتس، وجربنا اشتغلنا مع داتا سيتس حقيقية، والبرامج المفضلة ايه هي تستخدم ايه، واتعرفنا على الموديولز المختلفة في البايثون اللي هنحتاجها، وطبقنا في طبقنا بريال اكزامبلز، وان شاء الله يعني مستقبلا ان شاء الله ممكن نتكلم في حاجات بقى مور ادفانسد متقدمة اكتر، لكن احنا حرصنا يعني انا كنت حريص في السلسلة دي ان احنا ما نخشش في الديتيلز قوي عشان ما نطولش، ويبقى عندك فكرة عامة، وبعد كده تبقى انت خلاص وقفت على رجلك تقدر تختار بقى الحاجة اللي انت عايز تقرا فيها او تتعمق فيها اكتر او تدرسها اكتر، وانت معاك الخلفية اللي هي بشكل عام، او يعني الاوفر فيو بتاع الماشين ليرنينج بشكل عام.
في نهاية السلسلة دي بشكركم، وأتمنى يكون إن شاء الله كانت مفيدة ليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.